ينهى هذا الملف ولا يصبح نزناز دائم في استهلاك طاقات المنطقة، يجب أن المنطقة دي كلها تخلى من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. علاقات الخليجية الإيرانية علاقات مهمة جدا، تتعاطى دول مجلس التعاون مع إيران. تفكير الإسرائيلي في فرض نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي إخلاء هذه الساحة للشعب الإسرائيلي، هذا معناه مواجهة لألف عاما قادمة. هنالك مؤسسة اسمها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يجب أن يفعل مجلس الأمن، يجب أن يلعب مجلس الأمن دوره في فرض هذه الحلول على إسرائيل.